أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، أخذكم بجولة والأرصال الجوية. وطقس اليوم زي ما في غبار ولكن حر وشديد الحرارة، أقل من أمس أول أمس. درجة الحرارة حاليا في مدينة الكويت تقريبا 40 درجة مئوية، رياح شمالية غربية سرعتها 11 كيلو متر بالساعة. الرياح في مطار الكويت الدولي شمالية غربية سرعتها تقريبا 30 كيلو متر بالساعة، والحرارة بحدود 44 درجة مئوية. أما الطقس المتوقع لهذه اللحظة، منخفض الهند الموسمي تحرك ناحية الشرق، منخفض الهند الموسمي يستمر ويانا إلى نهاية هذا الشهر أو بداية شهر 9 راح يكون متجه ناحية الهند، بعدها راح يكون تحت تأثير منخفض السوداني والمرتفعات الجوية اللي راح تجينا من أوروبا، ورياح معظمها شمالية غربية بسبب هذا المرتفع اللي موجود على المنطقة على حوض البحر الأبيض المتوسط. أما الطقس المتوقع لفجر الغد، الحرارة الصغرى 29 درجة مئوية بمطار الكويت الدولي و30 درجة بمدينة الكويت، 32 31 في إلتشة جزرنا الشمالية وربو وبيان، في العبدلية 29، بالشقاع السالمي 26 إلى 28، الوفرة المصيب 29 إلى 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حاليا والليلة الرياح راح تكون شمالية غربية، سماء صافية، سرعتها من 10 إلى 30 كيلو متر بالساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 إلى 46 في مطار الكويت الدولي بمدينة الكويت 46، في إلتشة وربو وبيان 41 إلى 44 درجة مئوية، في العبدلية 45 إلى 48، في الشقاع والسالمي 43 إلى 48 درجة مئوية، وفر المصيب 43 إلى 44، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 40 درجة مئوية. سماء صافية، رياح شمال الغد راح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة بالنهار، سرعتها من 10 إلى 30، وبعد العصر راح تكون رياح شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 35 كيلو متر بالساعة. البحر راح يكون خفيف الموج الليلة، خفيف إلى معتدل باكر بعد الظهر. المد الأول الساعة 23 الفجر، المد الثاني الساعة 3:10 بعد الظهر، الجزر الأول في 9:25 صباحا، والجزر الثاني في 9:50 مساء. أذان الفجر راح يكون إن شاء الله الساعة 3:51 دقيقة، الشروق الساعة 5:16 دقيقة، الغروب الساعة 6:28. أما الطقس المتوقع الخمسة أيام القادمة، سماء راح تكون صافية، رياح كلها شمالية غربية، راح تكون سرعتها من 10 إلى 30، بعدين من 15 إلى 40 يوم السبت الأحد الاثنين. درجات الحرارة العظمى 47 48 47، والصغرى 30 33 34 33 يومي الأحد الاثنين. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم متابعتكم، والآن نلقي نظرة على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والأجنبية.